أي تجنب الأكل مع بعض الأشخاص مكروه أو على من فعل ذلك إثم، ولا سيما إذا كان لهم منظر معين أو رائحة معينة. إذا كان هناك شيء ينفر من الجلوس معه والأكل معه، رائحة كريهة أو عدم نظافة أو ما أشبه ذلك من الأمور، فلا بأس بترك الأكل معه، لأن النفوس تتغزز من الأشياء المكروهة، فلا حرج في ذلك. أما إذا لم يكن هناك سبب فإن كونهم يأكلون جميعا أفضل، لأن هذا أكثر حضور للبركة. نعم، اجتمعوا على الطعام هو أدعى للبركة من لا إذا تفرقوا، وأيضا الأكل جميعا تحصل به الألفة والاجتماع. نعم، لا في التفرق يحصل فيه التناهر. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.